شفنا عدا في البعض انتقد وكذا، بس انت شو بتوعد الناس انه انا بوعد الناس انه على طول نقدم فن نظيف من خلال صوت نهوة. انا امنت بهذا الصوت وعندي احساس وعندي واقع بقول انه هذا الصوت لازم يعمل انتشار على الساحة العربية. نهوة مرحب فيك على موقع السيدة تينات ومبارك لك على الألبوم. مرسي كتير لألبوم. ما بدي أسألك ونسأل الكل، بس كان عندي السؤال، أنت قدي تعرضت لهجوم أول من فترة على أغنية مجاني نوم، وهي أغنية شفناها ضايبة كونها قريبة من أغنية الفنانة نجوى كرم، شو بتقولي بعد هذا الأقاويل كلها؟ سمعت كتير، بس أكيد مش أنا اللي حطيت عنوان الأغنية، صار في تضارب ودائما في تشابه بين مجاني نوم وما في نوم، تشابه بالاسامي حتى، بس بالنهايه كل انسان حظه معه وكل انسان الله اللي كتب له راح يصير، ومش شرط انه اذا كان عنوان الاغنيه متشابه انه يصير فيه هالبلبله كلها. لهيك انا عن جد برفض وبقول انه للجمهور انه يسمع ويحكم على الفنان من وراء يمكن عنوان اغنيه اللي هو بعتبره انا موضوع بايخ. يعني نهوى شفنا احنا متابعتنا مثلا فنيه مع نهوى موجوده صارت بالخليج، الناس حابين هذا الستيل اللي عم تقدمه، شو بتقول للجمهور الخليجي؟ اتوقعوا مني غني خليجي اذا الله راد هلا على سنه جديده ان شاء الله. مينا خبرينا كيف كان التعاون مع نهوى؟ شوف نهوى وجه جديد، دائما وقت بيبقى وجه جديد بيبقى صعب، مش صعب للتصوير، بيبقى صعب انك تفكر باي طريقه بدك تقدم الشخص للناس بشكل يحبوه من اول مره. بونسوار، مثل ما قالت نهوى انه بعدها ببداية الطريق وبداية المشوار، وحلمها مش بس هالمؤتمر الصحافي يكون لقاء وباي باي، بالعكس في مسيرة وفي مشوار طويل. انه هذا اليوم منه متوجه كثير بوطننا العربي، لا بسوريا ولا لبنان ولا بالاردن، فاتت على اللون هذا، بس هي كمطربة متمكنة وتغني كل الالوان فعلا يعني. عاد شارة وكيف أنا أشرب وشلون اليوم بعدا، عاد شارة وكيف أنا أشرب وشلون اليوم بعدا، قلبي بدل يرجف ليش لأنك حية ولا عبرة، قلبي مدري يرجف ليش لأنك حية ولا عبرة. جاني نوم 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 نوم، ينعاد عليكم وكل عام وانتم بخير، بتمنى لكم كل الخير.